أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة بين أخبار المحافظات. نبدأ هذه الجولة من محافظة الإسماعيلية، فقد أصدرت حركة السادس من أبريل هناك بيانا اليوم أعلنت فيه أسماء ستة من الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، تضم بين مرشحيها أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل، كما ضمت القائمة أسماء 13 مرشحا على المقاعد الفردية. معي من الإسماعيلية الصحفي يسري محمد. أستاذ يسري، هل يقصد من هذا البيان حث الناس على عدم التصويت لهذه القوائم أو أولئك المرشحين؟ نعم بالفعل، هذا هو الهدف الذي تم إليه حركة 6 أبريل بالإسماعيلية. الحركة بالفعل أصدرت اليوم ستة قوائم حزبية تؤكد بأنها ضمت بعض فنون الحزب الوطني الموجودين بمحافظة الإسماعيلية، وأنهم كانوا من ضمن القيادات الموجودة أيضا داخل الحزب لفترة طويلة، وبعضهم كان مرشحا ضمن قوائم الحزب الوطني المنحل. الحركة أيضا أكدت بأن هناك 13 مرشحا على الأقل هم من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وقد قامت بنشر أسمائهم أيضا داخل المنشورات التي قامت بتوزيعها على جميع أهالي الإسماعيلية، والتي بلغت تقريبا نحو 5000 منشور تم توزيعها في معظم مراكز ومدن المحافظة. الحركة أيضا تبنت وقبل عدة أشهر ما يعرف باسم الدائرة البيضاء والدائرة السوداء، وهي تستهدف وضع علامة سوداء أو دائرة سوداء حول أسماء مرشحي الحزب الوطني وأعضاء والفلول الذين. طيب أستاذ يسري، هل تعتقد أنه سيكون لهذه الحملة أي أثر لدى المواطنين؟ نعم بالفعل هناك أثر لهذه الحملة. هذا الأثر قد بدأ واضحا منذ بدء حملة الحركة الدائرة السوداء والدائرة البيضاء. هناك يعني كان هناك شعب الإسماعيلية يرغب في معرفة من هم أعضاء الحزب الوطني المنحل أو كما تسميهم الحركة الفلول الذين تقدموا للترشيح حتى لا يصوت لهم، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تأثير في الانتخابات المقبلة. شكرا شكرا جزيلا الصحفي يسري محمد من الإسماعيلية. منها نتحول إلى محافظة الشرقية، حيث أكد اللواء محمد ناصر العنتري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المحافظة اكتمال الاستعدادات للانتخابات المقررة ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب. أكد اللواء العنتري أيضا وجود تعزيزات أمنية مكثفة من قبل الجيش والشرطة لتأمين المقار واللجان الانتخابية بمراكز ومدن وقرى المحافظة التي تتجاوز 3700 لجنة، مشيرا أيضا إلى أن مديرية أمن المحافظة شنت حملة أمنية موسعة استعدادا للمرحلة الثانية من الانتخابات التي ستنطلق الأربعاء في المحافظة. وقد تبادل عدد من المرشحين الاتهامات بتمزيق اللافتات الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. معي من الشرقية الصحفي طارق لبيب. بالنسبة لعملية تأمين الانتخابات وما صدر عن اللواء العنتري من إجراءات متخذة في هذا الصدد، مثل ماذا هذه الإجراءات أستاذ طارق؟ نعم زميل الكريم، أكد اللواء محمد نصر العنتري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية أنه في إطار الاستعدادات لاستقبال المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستجرى بمحافظة الشرقية يومي 14 و15 على تعزيزات مكثفة من تشكيلات الأمن المركزي والجيش على مستوى 23 مركز وقسم وعلى مستوى 3765 لجنة فرعية وعامة يتم توزيعها على المراكز بالتساوي مع مراعاة المراكز المرتهبة انتخابيا للاستعانة في حالة وجود خلل أو أحداث فوضى. وتم تكليف اللواء عبر رئيس الشرطي مدير البحث الجنائية وجميع القيادات الأمنية وضباط البحث الجنائي وزارة التجربة تحت مسمى التجربة الجافة. وفي حول الانتخابات مع اقتراب اجراء الانتخابات مجلس الشعب التي سوف تجرى يومي 14 و15 تشتعل المنافسات بين 7 دوائر انتخابيه، 5 دوائر للنظام الفردي ودائرتين لقوائم الاحزاب، وتشتعل المنافسه بين استاذ طارق. هذه الاجراءات الامنيه، هل لاحظتم مثلا وجود دوريات في الشوارع او استعدادات لتامين اللجان والطرق المؤديه الى هذه اللجان؟
نعم زميل كارم، من اللواء محمد نصر العنتري مساعد وزير الداخليه ومدير الامن الشرقيه استعد للاستقبال المرحله الثانيه والسجره بالشرعيه، حيث شنت مديريه الامن الشرقيه اليوم باشراف اللواء محمد نصر العنتري مدير الامن الشرقيه حملات امنيه موسعه تضم قوات الامن المركزي وضباط من المديريه وبعض القيادات بالمديريه على جميع مراكز ومدن المحافظه الشرقيه، واستهدفت الحمله مراكز طافوس وبوبير ومحمد والعاشر من رمضان والزقازيق ودرب نجم. واما بخصوص الانتخابات السكانم فتجرى الانتخابات على 5 دوائر للنظام الفردي ودائرتين لقوائم الاحزاب، وتشتعل المنافسه بين احزاب الحريه والعداله والفصل المصريه والنور والوسط. اما عن المقاعد الفرديه ففي الدائره الاولى ومقرها قسم اول وثاني ومركز الزكاتيك ومدينه القنيات سنحرص على مقعد العمال المرشح المستقل المهندس صلاح نبيل ابو علي مرشح الشباب بالدائره، وتسانده الشباب من اجل فوزه في برلمان الثوره القادم، كما تنافس حضور الحزب الوطني من حل على العز البلوي ورد شهاده على اما عن مقعد الفئات تنافس عليها كل من خالد بشر وطلال ايوب واشرف احمدي. اما في خبر عاجل كارم، الالاف من اهالي قريه شمبارك الميمونه مركز زقازيق يرفضون الانتخابات في الاسبوع القادم او يوم الاربعاء القادم. وذلك تجمع الالاف من اهالي قريه شمبارك الميمونه مركز زقازيق بقطع الطريق شمبار زقازيق مهددين بمنع اجراء الانتخابات في اللجان على مستوى الوحده المحليه بشمبارك الميمونه والبلغ عددها 100,000 نسمه، وذلك بسبب الانفلات الامني وبعد شركة السيارات والسائقين والممتلكات العامة والخاصة وبالسطو المسلح من الهاربين من السجون مطالبين بالقبض على المسجنين الخطر وعودة السيارات والشعور بالأمن والأمان. يعني انفلات أمني في ظل هذه الإجراءات الأمنية التي أعلن عنها مدير الأمن. حتى الآن ما زال الانفلات الأمني موجود وما زالت الشرطة تستعد لإجراء الانتخابات. طيب شكرا للصحفي طارق لبيب من الشرقية، منها إلى المنوفية حيث تظاهر نحو 350 من موظفي محكمة شبين الكوم الكلية ومحكمتي بندر ومركز شبين الكوم احتجاجا على ما وصفوه بالفساد في اختيار الموظفين المشاركين في انتخابات المرحلة الثانية بالمحافظة. قال المتظاهرون إن الأسماء التي أعلنت تضم قائمة من 52 موظفا لم يتم تغييرهم منذ عقود ويشاركون بشكل دوري في الانتخابات، وهم من أقارب مدير الإدارة بمحاكم المنوفية حسب قولهم. في المنوفية أيضا أعلنت حركة السادس من أبريل الجبهة الديمقراطية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية بسبب تصريحات المجلس العسكري بأن البرلمان القادم لن يستطيع تشكيل حكومة أو سحب الثقة منها. في شأن آخر، أكد وزير التربية والتعليم الجديد جمال العربي خلال زيارته للمنوفية ضرورة تغيير فكر المواطنين عن العملية التعليمية والتعاون بين الجهات المعنية لبحث المشكلات ووضع الحلول والمقترحات لذلك. معي من المنوفية الصحفي محمود الحصري. محمود، أولا ضعنا في أجواء الاستعدادات للانتخابات. نعم، تستعد محافظة المنوفية لاستقبال يوم انتخابي بعد غد الأربعاء وكذلك الخميس. هناك 19 قائمة حزبية تمثل 9 أحزاب تتنافس على 16 مقعد وأكثر من 200 مرشح على المقاعد الفردية، هي 4 دوائر بمحافظة المنوفية. محافظة المنوفية أكدت أنها ستتلافى الأخطاء التي تكررت العام في المرحلة الأولى للانتخابات. حركة 6 أبريل أصدرت بيان صباح اليوم أعلنت فيها مقاطعتها للانتخابات المقبلة، وأصدرت بيان أكدت فيه أنه في ظل تناحر القوى السياسية بجمهورية بمصر عاد القوى الثورية التي انسحبت من معظم الدوائر ظنا منهم ان الانتخابات هي المخرج الامن والوحيد. اعترض البيان ايضا على قرار المجلس العسكري بان مجلس الشعب القادم لن يستطيع تشكيل الحكومه المقبله او سحب الثقه منها، وكذلك ان نسبه مجلس الشعب القادم في تشكيل الجمعيه التاسيسيه لوضع دستور جديد للبلاد لن تتعدى 20%. طيب يعني حركة السادس من أبريل اتخذت هذا القرار في المنوفية دون التنسيق مع
إدارة أو الهيئة التأسيسية أو التنسيقية هل هناك شخصيات كانت مرشحة معروفة من حركة 6 أبريل في المنوفية؟ 6 ابريل لم تشارك بالانتخابات، هي جماعه سياسيه بالمقام الاول ونأت بنفسها عن الصراع الانتخابي او السياسي. مقاطعة الانتخابات إذا معنى التصويت بالتصويت يعني؟ مقاطعه التصويت وكذلك كتابه يسقط حكم العسكر ولا مجلس على دماء الشهداء. طيب، الصحفي محمود الحصري من المنوفية، شكرا جزيلا. نتحول إلى محافظة الدقهلية، حيث دخل أكثر من 1500 من العاملين بجميع إدارات التربية والتعليم المختلفة في اعتصام مفتوح أمام مبنى مديرية التربية والتعليم احتجاجا على خصم نسبة من حافز الإثابة المقرر من الدولة. وفي شأن آخر، واصل الأطباء والفنيون والإداريون المضربون عن العمل في مستشفى شبرهور المركزي إضرابهم لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على رفض الإدارة المالية صرف راتب شهر نوفمبر الماضي وحوافز شهر سبتمبر. معي من الدقهلية الصحفي ممدوح عرفة. أستاذ ممدوح، هل معنى ذلك أن العمل توقف في هذه الإدارات التعليمية؟ نعم، الإدارة هناك اعتصامين يوم وإضرابين، أشد الإضرابات التي حدثت بمحافظة الدقهلية وهي التربية والتعليم ومستشفى شبرهور التي تعد من أكبر المستشفيات بمركز سن بلوي. جميع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم أضربوا اليوم بجميع الإدارات ال 17 احتجاجا على خصم نسبة 83.5% من الإثابة المقرر بنسبة 200% لجميع العاملين في جهاز إدارة الدولة. هؤلاء اعتصموا داخل مبنى المديرية، أغلقوا جميع الأبواب، منعوا دخول المتضررين على المستشفى، شل العمل تماما داخل المديرية والإدارات التابعة لها ال 17. هناك مع اتصال مع صلاح أبو العينين رئيس اللجنة النقابية للتعليم والبحث العلمي بالدقالية، أكد أن اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقالية وافق على صرف النسبة المتبقية من الحافز، إلا أن عبد الفتاح أبو الخير وكيل وزارة المالية في المحافظة رفض الصرف بدون إبداء أي حجج لذلك، رغم أن هناك مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 ينص على صرف حافز الإثابة لجميع العاملين بالدولة بنسبة 200%، كما أنه لا يجوز قانون الربط بين مكافأة الامتحانات والحافز باعتبار أن المكافأة عمل موسمي يتم صرفه نظير جهد. دي ناحيه، الناحيه الثانيه الاعتصام الاخر وهو الذي تم داخل مستشفى شبرهور المركزي التابعه لاداره السنبلاويين الصحيه. هذه المستشفى شهدت اليوم حاله تامه من الشلل التام بعد توقف اقسام الاستقبال والمعامل والاشعه والعمليات عن العمل تماما ورفضوا استقبال المرضى للتردد على المستشفى. هناك ما لا يقل عن 400 مريض يتردد على مستشفى شبرهور التي تعتبر من افضل مستشفيات محافظه الدقهليه في علاج الصدر والحميات. كانت هناك رواتب العاملين، يعني بالتحديد رواتب العاملين بالمستشفى التي تبلغ نحو 127000 جنيه التي تم صرفها لاكثر من 250 موظف، قد تم سرقتها في عمليه سطو مسلح على مندوب الصرف خلال شهر نوفمبر الماضي اثناء خروجه من البنك وقبل وصوله الى المستشفى بنحو كيلومترات، خرج عليه مسلحين وتحت بيدين السلاح استولوا على حقيبه الرواتب. ومن هذا التاريخ ينتظر العاملون بالمستشفى صرف رواتبهم وهم في قلق بالغ لمواجهه الاعباء العائليه، الا ان المديريه لم تضع اي حلول حتى الان لصرف الرواتب، خاصه وان جميعهم من الطبقه الكادحه. وفي اتصال هاتفي مع الدكتور محمد سيد موسى مدير اداره الطب العلاج اليوم بالمديريه، اكد انه من الصعب قيام وزاره الماليه بدفع رواتب العاملين مرتين، وقال فشلنا في اقناع مندوب الصرف بنصف المبلغ والنصف التالي يمكن تعويضه من تبرعات. كما اكد لنا ان محافظ الدقهليه طلب من محافظ الدقهليه عن طريق مذكره باخذ سلفه مؤقته من صندوق الخدمات لحين انتهاء من التحقيقات الجاريه بمعرفه النيابه، الا انه لم يتم الاستجابه لهذا الطلب حتى الان. شكرا للصحفي ممدوح عرفه متحدثا الينا من الدقهليه. نتحول منها الى محافظه الفيوم. هناك قال الدكتور محمد سليم العوّل مرشح المحتمل للرئاسة
إن المجلس الاستشاري مجلس مؤقت ستنتهي مهمته باختيار الرئيس ورحيل المجلس العسكري. وقال العوة في مؤتمر عقده اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الفيوم أن اختيار اللجنة التأسيسية للدستور سيكون اختصاصا حصريا لنواب البرلمان، لكن المجلس الاستشاري سيعد مجموعة من الإجراءات تضمن تشكيل هذه اللجنة من كل طوائف وفئات الشعب. في الفيوم أيضا وافق المحافظ المهندس أحمد علي أحمد على قرار اللجنة العليا للمخابز بإنشاء وتشغيل 8 مخابز جديدة لإنتاج الخبز الطبائي، وذلك في إطار رفع كفاءة وضبط منظومة الخبز بالمحافظة. معي من الفيوم الصحفية هيام عزام. أولا أستاذة هيام، ما سبب زيارة الدكتور العوة للفيوم؟ نعم، هي زيارة العوة جاءت بناء على طلبه التي استضافته أيضا جامعة الفيوم، وذلك لعمل مؤتمر أو ندوة بجامعة الفيوم والتي أقيمت اليوم. وكما ذكرنا أنه كان جاء أول قرار سيتخذه العوة في حالة فوزه برئاسة الجمهورية أن ضابط مثل قناص العيون سوف يقوم بتربيته، أنه أكد على أنه فاسد ويحتاج إلى أب وأم جديد بعيدا عن تربيته، ويحتاج العودة للحضانة مرة أخرى لإعادة تعليمه، وأشار إلى أنه أحد ضباط الشرطة الذين عصوا أوامر العسكر أثناء توليه وزارة الداخلية ووقف العنف وخرج عن تعليمات المجلس العسكري بعدما استخدم العنف، وقال أي كان مسلم هؤلاء المتظاهرين وصفهم أنهم حاولوا التعدي على رجال الشرطة فلا يجوز إطلاق الرصاص الحي عليهم. وأشار العوة أنه لابد من إصلاح عقيدة جهاز الشرطة، وهذا لابد أن تكون. طيب ربما أستاذ هيام، ربما يكون هذا في إطار حملة العوة الرئاسية. دعينا نتحدث عن المشروع الذي أعلن عنه السيد المحافظ، الطبائي. أعتقد أن هذا خبز يمكن أفخر أو أكبر من الخبز العادي، لماذا اتخذ هذا القرار؟ ذلك للعجز هذا النوع من المخابز بالمحافظة. وكما ذكرنا أن محافظة الفيوم وافق اليوم على تشغيل 8 مخابز جدد لإنتاج الخبز الطبائي مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بواقع 3 مخابز بمركز يوسف الصديق و2 بمركز طمية و1 شواي و1 بإلفة و1 بمركز سنورس، خاصة بالعزب والنجوع المحرومة من وجود مخابز على أن يكون التجهيز والفتح خلال 2 شهر كحد أقصى، وذلك بعد موافقة الوزارة على زيادة حصة المحافظة ميد إي الطباقي بمقدار 100 طن إضافي لرفع متوسط إنتاج الفرد والخبز. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمخابز برئاسة المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم، وذلك في إطار رفع كافة وضبط منظومة الخبز بالمحافظة. حضر اللقاء أيضا السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وكيل وزارة التموين ومدير شعبة المخابز. تم اختيار أصحاب المخابز الجدد من خلال الطلبات المقدمة من كانت هذه الصحفية هيام عزام متحدثة إلينا من الفيوم. انقطع الاتصال بها. نتحول إلى محافظة المنيا، حيث عقد اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا اجتماعا للقيادات التنفيذية للمحافظة لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التي تقع المنيا في المرحلة الثالثة منها. كلف الروبي القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتأكد من الانتهاء من التجهيزات للجان الانتخابية والتي تقع في قرابة 1500 مقر انتخابي. معي من المنيا الصحفي حسن عبد الغفار. أستاذ حسن، هل لنا في أبرز مظاهر الاستعداد للانتخابات؟ بالفعل، ورغم أن محافظة المنيا في المرحلة الثالثة إلا أن هناك حالة طوارئ بالمحافظة لحماية المراقبين وحماية المستشارين الذين سيقومون على العملية الانتخابية. فهذا ليس هو أول اجتماع لمحافظ المنيا بالقيادات التنفيذية، إنما هو الاجتماع الثاني، ولكن هذا الاجتماع كان اجتماعا موسعا. كان أبرز ملامحه هو قرار محافظ المنيا بتحفيز العاملين في المقر على الناحية الجمالية داخل المقر الانتخابية وتوفير عناصر
عناصر الامن والامان، فقرر مكافاه ماليه قدرها 5000 جنيه لافضل مقر انتخابي يتم تجهيزه واعداده لاجراء الانتخابات البرلمانيه. كما كلف المحافظ القيادات التنفيذيه بمراكز المحافظه 9 بدءا من العدوى انتهاء بدير مواس بالمرور على كافة المقر الانتخابية والتي يبلغ عددها 1499 مقر انتخابي يضم 2797 لجنة بكافة المراكز للتأكد من تجهيزها وإنهاء الإجراءات الصيانة اللازمة سواء من الإضاءة أو التهوية أو المياه وتوفير الخدمات اللازمة. كما أوضح المحافظ أيضا أنه تم اختيار عدد من العناصر الشابة الفعالة وخصص لهم زيا مخصصا لهم للقيام بمساندة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منعا لعمل الدعاية الانتخابية خارج اللجان ومنع الحجج التي يخرج بها معظم المرشحين أو الأحزاب في تسهيل العملية الانتخابية للمرشحين. كذلك كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتخصيص سيارات لنقل العاملين باللجان إلى مقر الفرز فور انتهاء الانتخابات والتأكد من وجود مولدات كهربائية بكافة مقر الفرز. طيب. خاصة بعدما وقعت هذه الأخطاء في المرحلة الأولى. شكرا للصحفي حسن عبد الغفار من المنيا، منها إلى أسيوط حيث احتشد مئات من العاملين بمشروع العبارات النهرية من مختلف مراكز وقرى المحافظة في مظاهرة حاشدة أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتثبيتهم بوظائفهم. قطع المتظاهرون الطريق أمام ديوان عام المحافظة مما أدى إلى وقوع مشادات بين المتظاهرين وبعض السائقين. من هناك من أسيوط معي الصحفي يونس درويش، هل هدأت الأوضاع الآن أستاذ يونس؟ نعم سيد كارم، الأوضاع هادئة أمام ديوان عام محافظة أسيوط، لكن العاملين بمشروع العبارات النهرية أعلنوا منذ ظهر أمس إضرابهم عن العمل وتوقفت حركة النقل بين مراكز شرق النيل ومراكز غرب النيل في محافظة أسيوط، وذلك بعد إعلان العاملين مشروع العبارات النهرية والذين يبلغ عددهم 417 عامل وموظف للمطالبة بالتثبيت أسوة بباقي الإدارات وأسوة بجامعة أسيوط. اليوم منذ الصباح قام عدد من هؤلاء العمال بالتظاهر أمام ديوان عام محافظة أسيوط محاولين قطع الطريق أمام ديوان عام المحافظة وتوقف السيارات، إلا أنه حدث بينهم وبين بعض خلاف في عملية قطع الطريق أو عدم قطع الطريق، ونددوا بسوء سياسة المسؤولين في مشروع العبارات النهرية في التعامل معهم. في نفس الوقت أمر اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط. كم عدد هؤلاء أستاذ يونس؟ الذين تظاهروا اليوم يبلغ عددهم حوالي 300 عامل وموظف من عدد 417 إجمالي العاملين بالمشروع في عدد 11 موقع على مستوى المحافظة. طيب شكرا، سنكتفي بهذا القدر. شكرا للصحفي يونس درويش من أسيوط. ننطلق إلى أسوان، ليس لدينا الكثير من الوقت. محافظة أسوان أطلقت حملة توعية إلكترونية حول نظام الانتخابات البرلمانية عبر بوابة أسوان الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب. معي من أسوان الصحفي علي توفيق، هل هناك بالفعل استجابة لهذه الحملة التي نسميها بالإلكترونية أستاذ علي؟ نعم، لقد انطلقت الحملة اليوم وأتوقع أن يكون لها استجابة في خلال اليوم وغدا، وهي تهدف لتوعية الناخبين من خلال مجموعة فيديوهات تشرح نظام الانتخابات في صورة كاريكاتير متحرك بطريقة مبتكرة، وتشمل توضيح أسماء المرشحين سواء بالقوائم الحزبية أو الفردية، وعرض مجموعة من الأسئلة والأجوبة والإجابة على كافة الاستفسارات، وكيفية معرفة الناخب بموقع لجنته ومواعيد عمل اللجان، بالإضافة لإجراءات الإبناء بالصوت والتوعية بتجنب الأخطاء التي ينتج عنها بطلان الصوت. إدارة العمل بالمحافظة بالتعاون مع هيئة الاستعلامات بأسوان قامت بتوزيع كتيبات حول دليل الانتخابات البرلمانية لحث المواطنين على الإبناء بأصواتهم في الانتخابات باعتبار ذلك واجب وطني. طيب شكرا جزيلا الصحفي علي توفيق من أسوان. منها إلى شمال سيناء
حيث تجددت المظاهرات أمام ديوان عام المحافظة والمجلس الشعبي المحلي بقيام أهالي العريش بحرق إطارات السيارات، مغلقين الشوارع أمام حركة مرور السيارات للمطالبة بعودة أبناء المدينة المختطفين. معي من هناك شمال سيناء الصحفي محمد يوسف. ما قصة هؤلاء المختطفين أستاذ محمد؟ هناك خلافات بين العائلات وذات عائلات البلاد خاصه الناس في شرق المحافظه من قبل قام المنصبون من ابناء القراء بخطاب طفل واختطاف شيخ كبير من احد المساجد، وعلى اثر ذلك تجددت المظاهرات وتجددت الاحتجاجات اليوم مره اخرى امام المجلس المحلي لمدينه العريش، وقام الاهالي بحرق اطارات السيارات وغلق الشوارع الفرعيه والرئيسيه امام حركه المرور. حتى استاذ محمد في جمله واحده، استاذ محمد انا لم استمع، من هم هؤلاء المختطفين؟ المختطفون طفل صغير كان يقف امام باب مدرسه فيها باب منزلي في جانب المدرسه، ورجل كبير كان يجلس في المسجد تم اختطافه من المسجد. هل لأسباب يعني قبلية، أسباب عائلية أم ماذا؟ لا أحد يعرف الأسباب قبلية، تقريبا الأسباب قبلية. نعم. طيب شكرا جزيلا للصحفي محمد يوسف متحدثا إلينا من شمال سيناء. نختتم جولتنا من محافظة بورسعيد. هناك أعلن اللواء سامي الروبي مدير الأمن تنظيم حملة أمنية خلال أيام لتطهير أوكار إجرامية بمحيط بحيرة المنزلة. معي الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. أستاذ أحمد، هل هذا يعني في إطار الاستعدادات أو الـ 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 الأمنية التي تفرضها الشرطة الآن، والتي قال وزير الداخلية إنه الأمن قام الآن بحملة مدروسة لتطهير مثل هذه الأوكار؟ نعم بالفعل أستاذ كريم، هو تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير الداخلية الجديد، وفي مؤتمر صحفي بالفعل عقده اليوم اللواء سامي الروبي مدير أمن بورسعيد بمديرية أمن بورسعيد، أكد قيام مديرية أمن بورسعيد بالتعاون مع مديرية أمن الداخلية بأكبر حملة أمنية منذ عام 1976 حتى الآن للقضاء من خلالها على أوكار المجرمين والأماكن التي يحتفظ فيها الضحايا لابتزاز ذويهم، مؤكدا عودة الاستقرار إلى الشارع البورسعيدي خلال أيام والقبض على بقية ديون التشكيل العصابي الذي أوجد الرعب في قلوب البورسعيدية على مدار الأيام القليلة الماضية. وأشار أيضا إلى بدء حملات أمنية جنائية منذ صباح اليوم ببورسعيد بمنطقة الزهور، وهي مجهزة بأجهزة الكمبيوتر للكشف السريع عن المجرمين المسجلين، مؤكدا أن شوارع بورسعيد ستشهد خلال الفترة المقبلة استقرارا أمنيا. وقال أن جهاز الشرطة كان يتحمل أعباء كثيرة ومن أهمها أعباء مؤسسة الرئاسة في كل محافظة وما حولها، بالإضافة إلى تحمله أشياء عديدة أخرى تجعله يلتفت عن الحفاظ على أمن المواطنين من الجريمة. وعلى سبيل المثال وليس الخاص بقضية أنفلونزا الطيور، حيث تم مجازاة العديد من ضباط الشرطة لمجرد مرور سيارة من كميل تحمل دجاج حي، برغم أن هذه ليست مسؤولية الشرطة. وأضاف أيضا أستاذ أحمد، سوف نكتفي بهذا القدر من أخبار بورسعيد. شكرا للصحفي أحمد الجمال، وشكرا لكم للمتابعة، وإلى اللقاء.